معلش انا معصوم انا احكي لنا اليوم عن سرطان السمك. سمعين صوتي؟ لا. اول شيء السرطان هو مرض كثير في الخلايا السرطانيه، بس السرطان بشكل عام هو مرض كثير في الخلايا السرطانيه في الجسم بشكل يعني فوق ما يبلش بالخلايا فوق يكتشف بشكل سريع. انا نحن لو بتعرفكم بتعرفوا عدة انواع من السرطان، من اهم الانواع هو سرطان السمك اللي بنحكي عنه اليوم. هلا احنا اول شيء نحكي اول شيء عن السمك بشكل عام. الأكل السري عندنا بيختلف السري من كل حي عن الثاني. لأكلكم بتلاحظوا واحد عنده سري السري الثاني هو سري الصدر يعني صدر كلكم بتعرفوا. لأنا سري أنا حكيتكم عليه نص الرزق، نحن بننصح دائما نحكي سري صدر كبير. هذا بتلاقوا بينكم وبين حالكم عن صدر عن صدر بيختلف شيء كبير شيء صغير. هذا أول شيء كله بيعتمد أول شيء على الغذاء اللي بتنزل فيه عندكم، الغذاء اللي عم تبقى كثير في المعدة اللي بتاعكم. يعني الدهون اللي أكلتوا منهم لحم شيء كله دسم بيأثر على الصدر بيكبر الإزار. حتى إذا لقيت الجمال البنت اللي صحتها شوي منيحة لو صدر أكبر بتستغرب بتكون ليش هيك، حتى إذا في هرمونات من الجسم هي بتكبر صدر بتصغر. السري بتتكون كمان ثلاث أجزاء، أول شيء عندنا الغدد هي اللي بتفرز الحليب، وفي عندي كمان ممرات وأقنية هي اللي بتنقل الحليب من الغدد إلى الحلمان، وعندنا كمان غدد النسيج الضام. هو بيجي اول شيء الغدا بعدين الاقنية بعدين نسيج الضام هو اللي بيربط الخلايا والحديد كله بيربطها مع بعض. كل وحدة بتعرف تفحص الصدر يعني بتعرف شو بدها تسوي كيف بتحس بتعرف تحمى كل شيء.
بتلاقي مختلف من السنين المستمرة. الحين الصوت اللي بتلاقيها يعني تغير من لونها وتغير طريقتها، بتلاقيها ثاني طريقتها مقبولة يعني. أحيانا كمان بيظهر من الصوت من الحين ما يندم أو وسائل الشفاف والصوت الطيح. وبتحسي كمان في ألم، أحيانا بتحسي صدر عندك يعني في ألم مستمر على طول ما بيروح معك. نحن أحيانا بعد ألم تجيك من دورة بتحسي فيه وجع بالصدر، هو متحجر، هذا بيكون ألم دورة عادي. بس لما يضل الوجع مستمر ما بيروح، بعد ساعة بدك تستطيع تستمر تتفرج على تكون مشكلة. هلا التحري عن سرطان السن يعني فحص السن، يتم استخدام سياسة اختيار من ثلاث شغلات للتحري من فحص السن. أول شيء مثل ما قلت لكم الفحص اللي بذاته تفحصي انت فيه. ثاني شيء بتروحي على الدكتور تعملي تصوير أشعة استخدام الماموجرام، هي صورة أشعة عادية فوق السنين، وهي أفضل طريقة لتشخيص المعدة. يعني إذا حبيت إنه أنت إذا فحصتي هي الشغلات كيف فحص الذات اللي بتعمل فيه، أحيانا ما رح تعرف إن هذا الورم ولا الورم، إذا بتعمل صورة الأشعة بكون حسب مشاعرك، بتكتشفوا المرض أسرع. حتى لما تعملوا الصورة أنتم أول شيء بتساعدكم على كشف المبكر حتى للعلاج، بتساعدكم كمان إنه أفضل طريقة تكون أسهل الشيء وأسرع الشيء. فحص السري السرير اللي قلت لكم عنه، لما تشوفوا الدكتور بيحطلكم مع المريضات كمان بيعمل لكم فحص ذاتي، كل عم بدكم انتم بطريقه يعني احسن واسرع. اسمعوا اخر شيء، القيام بفحص السرير السري هو فحص ذاتي السري، فحص السرير اللي قلت لكم بتعملوه انتم. ولم يتم اصلاح ان يكون عاملا مخططا للخطا للوقعات سبب السرطان السري. حاليا تتم طريقه افضل الكشف عن سرطان السري من الماموجرام صورة الاشعه اللي تكون عندها بعد الكشف. ايش هلا الحين حكينا ايش جزء يعني في كل ما قلت لكم انتم اول شيء تقوموا بفحص الميزات اللي عملتوه انتم بحالكم والشغلات اللي تقوموا عليها على الوقت السري، على التدرجات اللي تكون على الحمل على الحراره. هذول اذا لاحظتوا من ساعتكم تكون جامعه بس تفضل يعني لما سن ال 20 لل 40 تقومي انت بالفحص، بس حبيت تروح عند الدكتور تستشيري هو بيجي لك كمان يساعدك. بعد سن ال 40 كمان بنصح فيها انك تروح عند الدكاتره احسن في السنه مرة. لكم شغله معلومه صغيره، المرأة الحامل من اللي بيلعن سن ال 20 ما فوق بهيكوا اكثر تعرضا للحرام، يعني كل سنه كل ما تكون الرضاعه بتطلع بتكون كمان كثير. فكمان بنصح استشارة الطبيب في الفتره مشان تعالج حالك وتشوف التصوير وكل شيء. شغله ثانيه، لعل نحن في وقايه من هذا المرض من مرض سرطان الثدي، هو ان شاء الله ما بصيبكم يعني، بس الشغلات انه عشان ما تتعرض عليها. اول شغله مثل ما قلت لكم تقوموا بالفحص والتصوير الاشعه، ثاني شيء تهتموا بغذائكم بالاغذيه مثل الخضروات والفواكه والدسم والكمال. حصار شو حصار؟ حصار؟ لا احنا حاصل بس كمان في لو في اكل الاكلات تحسن ناكلها. ان شاء الله نخلص من الحصه وتشوفوا وزيدوا مع حالكم. للرياضه التدخين كما قلنا فيكم انكم تنتجوا معنا، فان شاء الله ما حد يقدر يتدخن. كلياتنا بندخن. لا هو بنحشش كمان، بس يعني انتم نقلل التدخين مشاعركم، انتم تعبوا يعني التدخين مو مرتبط صغار بيصير القصاص. الأربيلة كمان لا هو الأربيلة هي لأنه يعني مثل الدخان صارت أيام يعني على الدخان، هي ما رح أقول لها تأكلها الدخان كمان مشان صحتكم تحاولوا تفكروا شوي شوي تتغطروا عنها كمان. حاطين بكره المواد تجمع رح تطلع التدخين ولا بتصير شعر بتاعكم معلومة ثانية المشي كثير كمان كثير كثير لانه نحن كلكم سهرانين مشي من بيوتنا كمان على المخ عم نمشي اكثر شيء هي ما احلى من كثر دواماتكم بالمعمار شو خذتونا بس عن شيء ان شاء الله ما بشكر بس انت بتحسن
الله هيك من اكثر الدراسات عم نحكي معها في الاغاني. كثر الولاده الرضاع بكره بكون تصير المرض السرعه كمان. كثر الرضاع الاطفال اللي بسوتين كمان تخفف من هذا المرض. معلومه جميله كمان هي حسها لها في كل الجسد يعني تعني تصير حمارات الصدر بتسبب السرطان. كمان في دراسه عليها لا ما لها علاقه مع هذا الشيء. لا هو هذه المرات اكثر شغله جمال انه هي بتصير النساء والرجال بس اكثر بالنسبه للرجال يعني النساء. ما في حالات في اصلا انا بسمع وين ما كان في حالات هي اكثر شيء يعني كانت تشرب لسه وبقى منتشر سوريا والله يعني عملوا احصائيه بس ما بعرف قديش هسه كلهم معي حتى عم على فكره هون من هذا بتلاقوا في انا في رجالتي انت بتعمل شيء ان شاء الله بس هيك انه في توعيه لكل شيء انت حبيت تفتحوا لنا تتسمعوا وتشوفوا بعد كثير معلومات عنه في كمان سؤال ثاني ما فيش الله يعطيكم العافيه انتم وفقايا طبعا يلي بيحب او يلي بيقدر ينزل على الشام بكره في حفل غنائي بدار الاوبرا الدخول ماجور طبعا بس كل شيء اجور رح ترجع ل 20 مريضه معيله يعني هي بتصرف على اولادها رح يرجعوا لعلاج 20 مريضه بمشفى البيروني باذن الله.